السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نكون اليوم معكم إن شاء الله في حصة إن شاء الله تكون عن الاقتران الخطي. هذا الاقتران راح يكون عندنا اليوم حل تمارين الاقتران الخطي. راح يكون عندنا حصة لحل تمارين الاقتران الخطي. حل تمارين صفحة 95. صفحة 95. سؤال أول. طبعاً درس الاقتران الخطي درس سهل جداً. فقط إنك الآن تعرف فقط شغلة واحدة، إنه الاقتران الخطي هو إما يكون اقتران ثابت عدد أو اقتران يكون درجة سين فيه واحد. يعني ما يكون تربيع ولا تكعيب ولا أس نص ولا أس ثالث ولا أي أس. دائماً تكون الأس فوق هي واحد فقط، درجة سين تكون واحد فقط. طيب خلينا نيجي على السؤال الأول. السؤال الأول أي الاقترانات التالية؟ أي الاقترانات التالية خطي أو غير خطي مع التبرير؟ يعني شو السبب؟ الآن أي الاقترانات التالية هو خطي أو ليس خطي مع ذكر السبب أو التبرير؟ يعني بدي أحكي أنا ليش خطي وليش هو ليس خطي. ممكن إني خلص إذا خطي ما أحتاج إلى التبرير، فقط إذا كان ليس خطي بدي أبرر ليش هو ليس خطي. الأول نون سين تساوي سين ناقص 4 سين، هذا اقتران خطي. ليش؟ لأن درجة السين عندي واحد، إذا هذا خطي، درجة سين تساوي واحد. طيب الثاني قاف سين تساوي، قاف سين تساوي سين في سين ناقص 2. لاحظ عندي هنا لأن في عندي أنا أقواس قبل ما احكم عليه، هسه هو بالصوره هاي خطي، هون سين درجتها واحد وهون درجتها واحد، لكن انا ما بقدر احكم عليه الا بعد ما افك الاقواس، اذا اول شيء انا بدي افك الاقواس، بعديها انا بحكم عليه خطي او ليس خطي، اذا خلينا نفك الاقواس، وتساوي سين ضرب سين، سين تربيع ناقص سين ضرب 2، 2 سين، طلع اصبح ايش؟ اصبح اقتران ليس خطي، اذا هون ليس خطي لأن درجة سين تساوي 2، لأن درجة سين تساوي 2، طلع هون عندي سين تربيع وهذا ليس اقتران خطي. اللي بعديها جيم، هي ألف باء جيم. جيم كاف السين تساوي كاف سين تساوي سالب 3 وهذا عدد، إذا هذا اقتران ايش؟ اقتران خطي ثابت، اقتران خطي ثابت لأنه أخذ عدد، لأن اقتران خطي ثابت. اللي بعديها ألف باء دال ميم السين تساوي ميم سين تساوي 3 ناقص 2 سين زائد سين أس 2، هذا ليس اقتران خطي، ليس اقتران خطي. السبب لأن درجة سين أكبر من واحد، درجة سين أكبر من واحد. طيب هذا السين واو السين تساوي واو سين تساوي سين ناقص 2 على 3، سين ناقص 2 على 3 درجة سين واحد، إذا اقتران خطي، اقتران خطي. آخر شيء لام السين لام السين تساوي 17 سين ناقص سين أس سالب واحد، طلع قوت السين شو هي؟ سالب واحد، وإحنا لازم تكون واحد، إذا هذا ليس اقتران خطي لأن درجة
س لا تساوي واحد. إذن هيك بينا من خلال هذا السؤال الأول أي الاقترانات جاري خطي أو ليس خطي. اقتران خطي درجته واحد، اقتران ليس خطي بعد فك الأقواس صارت عندي س تربيع، اقتران خطي ثابت، اقتران ليس خطي قوة س أكثر من واحد من تربيع، اقتران خطي قوة س واحد، واقتران ليس خطي لأن يعني قوة س تساوي سالب واحد. السؤال الثاني، السؤال الثاني إذا كان قاف س تساوي 2 س زائد 5 و م س تساوي 4 س زائد 7 بالعشرة و لام س تساوي لام س تساوي 11. جد ما يلي: أولا قاف 2 تساوي قاف 2 تساوي نعوض 2 مكان قاف، كل واحد حسب الحرف تبعها، هاي حال قاف، إذا بنعوض القاف 2 2 س يعني 2 ضرب س، 2 ضرب 2 زائد 5 وتساوي 4 زائد 5 وتساوي 9. هاي خلصنا الأول، نجي على الثاني. لام الأربعة، لام 4 بنتقل على لام، قديش لام 4 عندي 11، إذا وتساوي 11 لأنه اقتران ثابت، كل الأعداد اللي بنحطها لام تأخذ كلها 11 لأنه اقتران ثابت ما في متغير. إذن اقتران ثابت تساوي 11. ميم ربع، ميم ربع بنعوض الآن، طلع على ميم في عندي ربع، بدي أعوض مكان سين ربع، إذا وتساوي 4 ضرب ربع زائد 7 بالعشرة. 4 ضرب ربع بتروح الأربعة اختصار 4 مع 4، إذا 1 ضرب 1 1، 1 زائد 7 بالعشرة وتساوي 1 و7 بالعشرة، 1 و7 بالعشرة. د اللي بعديها اللي هي لام جذر الخمسة، لام جذر الخمسة وتساوي وين لام عندي هون 11 وتساوي 11 وتساوي 11. آخر شيء ميم الصفر، ميم صفر تساوي هاي ميم بنعوض مكان ميم صفر 4 ضرب صفر زائد 7 بالعشرة وتساوي صفر زائد 7 بالعشرة وتساوي 7 بالعشرة. هاي خلصت سؤال رقم 2. إذا سؤال رقم 2 هو عبارة عن تعويض القيم اللي داخل الأقواس فقط في الاقترانات، كل واحد حسب الاقتران تبعه. قاف بنعوض القاف، لام بنعوض لام، ميم بنعوض ميم، لام بنعوض لام، وميم بنعوض ميم، ونطلع القيم في هذه الاقترانات. السؤال اللي بعده سؤال رقم 3. سؤال رقم 3، سؤال رقم 3 الإجابة هي نص س زائد 1. طبعا في عندنا محل ورد، محل ورد، هذا الورد بيشتغل على لكل وردة، لكل وردة نص دينار، بالإضافة لعملية الترشيح بشكل كامل للباقة كلها. طبعا لكل وردة بيشتغلها نص دينار، لكن الباقة كلها بأخذ عليها ترشيحها دينار واحد، والتوصيل خدمة التوصيل للباقة 3 دنانير. إذا الاقتران راح يكون نص على كل وردة، حكينا قديش؟ نص دينار، إذا نص س. عدد الورد مجهول، أنت بتحط قديش وردة، إذا قال لك وردتين بتعوض مكان س وردتين، 10 وردات بتعوض 10 حسب الورد اللي أنت بدك إياه. الآن زائد واحد شوية واحد، واحد اللي هي التنسيق بأخذ على تنسيق الباقة الكاملة دينار. زائد 3 دنانير اللي هي اجره التوصيل للبيت، وصل لك اياها مقابل 3 دنانير. اذا هنا اللي هي عدد الورد، هنا اللي هي اجره تنسيق الباقه، وهنا خدمه التوصيل. اذا هاي هي اللي مطلوبه في السؤال، وتساوي نص
س زائد 1 زائد 3 4. اذا هاي قاعده الاقتران للسؤال. الان بحكي لك اذا كان عدد الورد مثلا 10 وردات، 10 وردات تساوي نص ضرب 10 زائد 4 وتساوي 2 فيها 1 2 فيها 5، 5 زائد 4 9 دنانير. اذا كان عدد الوردات 10 وردات، كل ورده نص دينار، نص دينار ب 10 5، وجود التوصيل 3 8، وتنسيقها دينار هي 9. طيب اذا كان عدد الورد 100 ورده وتساوي نص ضرب 100 زائد 4 وتساوي 2 فيها 1 2 فيها 50، اذا 50 زائد 4 وتساوي 54 دينار. وهكذا انت حسب عدد الورد بتطلع قديش بتكلف عمليه تنسيق هاي الباقه وتوصيلها للبيت. السؤال رقم 4. سؤال 4. اشترت عائشة حاسوب، اشترت عائشة حاسوب بقيمة 400 دينار، بقيمة 400 دينار. انخفض الثمن، انخفض السعر بعد سنتين إلى 360 دينار، إلى 360 دينار بقيمة ثابتة سنويا، ثابتة سنويا، يعني كل سنة 10 دنانير، معناته كل سنة قديش؟ 10 دنانير. إذا القاعدة بتصير الآن 400 ناقص حق الجهاز 400 ناقص 400 ناقص، إذا هو انخفض قديش؟ انخفض حكينا اللي هو بقيمة 40 دينار، أصبح الآن بعد سنتين قديش؟ 360. إذا عن كل سنة قديش؟ عن كل سنة 20 دينار. إذا 400 ناقص 20 س، 400 ناقص 20 س في السنة الأولى، السنة الأولى 400 ناقص 20 ضرب 1 وتساوي 400 ناقص 20 وتساوي 380. بعد سنتين السنة الثانية 400 ناقص 20 ضرب 2 وتساوي 400 ناقص 40 وتساوي 360، وهكذا حسب السنوات انت بتطلع قديش ثمن الجهاز. اخر شيء اللي هو سؤال رقم 5. سؤال رقم 5، هل يمثل الاقتران التالي اقتران ثابت خطي او ليس خطي؟ معطينا هو اقتران نازلين ومحطوط له هون 8 ونازل منه خط ايش؟ راسي. هل يمثل هذا المنحنى اقتران ولا ليس اقتران؟ بما انه س عندي 8 واخذت اكثر من صوره، اذا هذا لا يمثل اقتران، اذا لا يمثل اقتران لأن العدد 8 س حصل على أكثر من صورة، وبما أن العدد حصل على أكثر من صورة طلع هاي كلها صور س، هاي كلها ايش؟ صور س، العدد س. إذا بما أنه العدد س في المجال، هاي هون في المجال حطيت هون س مثلا، هاي هون في المجال س، وهون في المدى اللي هو صور كل الجهاز هذه، كل السلم هذا كله صوره هاي، وبما انه حصل على اكثر من صوره اذا هذا ليس اقتران، لا يعتبر اقتران خطي. والمجال س والمدى اللي هو صاد، المجال اللي هي 8، المدى اللي هو صاد، كل صاد، المدى اللي هو كل صاد، وهذه يعتبر ليس اقتران خطي لانه حصل على اكثر من صوره. بنكون هيك انهينا حذف التمارين، تمارين صفحه 95 عن الاقتران الخطي.
خلينا نعيد على السريع قبل ما ننهي حصتنا. الاقتران الخطي اذا حكينا السؤال الاول حكينا اللي هو بنبين كيف نتعرف على اقتران خطي او ليس اقتران خطي. السؤال الثاني عوضنا نعطيها مكان قاف السين وميم السين ولام السين. السؤال الثالث تعرفنا على اللي هي باقة الورود، كيف بدي انا اطلع قاعدة هاي الباقة من الورود. طبعا كل وردة بتكلفني نص دينار، كل وردة بتكلفني نص دينار، بالاضافة لتلصيق الباقة كاملة باخذ عليها دينار وتوصيله له عند باخذ عليها 3 دنانير. إذا كل وردة بتكلفني نص دينار، قد ما بدي انا ورد اضرب في نص، مثلا 10 وردات ضرب نص 5 وردات، 5 دنانير زائد دينار وأربعة 3 دنانير اللي هي توصيل 5 زائد 4 9 دنانير. 100 وردة 100 نص ضرب 159 زائد 4 اللي هي الدينار التلصيق والأربعة التوصيل وتساوي 50 زائد 4 تساوي 54 دينار. اشترت عائشة جهاز حاسوب بقيمة 400 دينار، أصبح ثمنه بعد عامين 360. إذا كل سنة قاعد بنخفض كم بنخفض كل سنة 20 دينار بقيمة ثابتة اللي 20 دينار. القاعدة هي 400 ناقص 20 في كل سنة، السنة الأولى أصبح 380، السنة الثانية أصبح 360، السنة الثالثة راح يصبح 340، واللي بعديه وهكذا. أنت بتعوض مكان سين اللي هي عدد السنوات وتطلع عندك القيمة. لأن آخر سؤال، هل يمثل هذا الاقتران هو اقتران خطي أم لا؟ بتطلع عندي سين اللي هي في المجال، احنا نعتبر سين عناصر، سين عناصر مجال، سين اللي هي 8 في المجال، اخذت كل الصور صار، هاي كل الصور هاي لها. لو كان العكس الان، لو كان اقتران خطي ثابت محوره على الصادات بكون ايش؟ اقتران ثابت، لان بتكون قيم سين اخذت نفس القيمه نفس الصوره. واحنا حكينا اذا كان المجال كله بنفس الصوره ما في مشكله، اهم شيء انه ما يكون المجال ماخذ صورتين. اذا كان العكس، لو كان العكس مثلا زي هيك مثلا، خلينا اوضح الصوره، لو كان العكس مثلا زي هيك، هاي النقطة 8 وهاي النقطة، هاي خط سين كله أخذ نفس الصورة 8، 1 صورة 8، 2 صورة 8، 3 صورة 8، هذا اقتران خطي، لأنه المجال أخذ صورة واحدة. بما أنه المجال كله له صورة واحدة، إذا هذا اقتران خطي. والله يعطيكم العافية.